السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الأخيرة من تختيم لعبة Shadow of the Colossus. بإذن الله هذه بتكون الحلقة الأخيرة ونخلص فيها اللعبة. بس كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل. ويلا دون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي، مرحبا فيكم في حلقة جديدة من تختيم لعبة Shadow of the Colossus. إن شاء الله هذه بتكون الحلقة الأخيرة. في الحلقة اللي راحت غلبنا 3 عمالقة ويبقى لينا 3 عمالقة ونخلص اللعبة ونوصل للنهاية. فيلا نقول بسم الله وليتس جو. آخر 3 عمالقة صراحة مو مزعجين مرة، يعني نص ونص صعوبتهم وما هم بعيدين مرة، بس خلاص. طبعا الحين انا بركز على جسم الوندرر هذا، بخلينا نشوف من هو العدو التالي. اتوقع العدو بيكون شو اسمه عملاق صغير بعد، مو اكبر عملاق. عدوك التالي هو يتحرر وصي مدينة مغلقة بعيدة عن القناة، يتوق للتدمير. هشوف هذا شو اسمه هنت او شو اسمه مساعدة على شو اسمه طريقة هزيمته. لحظة، خلينا نتحرك بس. أم بات قرب على جسم الوندرر، امسك حمامة. أيوة أم بات شوف، لو تشوف دقيقة كيف أحط الفوتو مود. اوكي مو مشكلة، لو لاحظنا عليه شوف كيف جسمه صاير شاحب مرة. هذا من لأن القوة في العمالقة كل ما قتلنا عملاق تدخل فيه، فبدأ يبين عليه الآن. بس يلا خلينا نروح إلى العملاق رقم 14 اللي هو وين بيكون. من هذه الجهة، اوكي. يلا بسم الله ليتس جو. طبعا تيم ايكو او الفريق اللي سوى شارو اوف كلاسس وذا لاست جاردين عندهم لعبه، اول لعبه لهم اتوقع نزلت على ايام البلاي ستيشن 2، نزلت قبل شارو اوف كلاسس، اسمها ايكو بنفس اسمهم. فانا اتمنى صراحه ان يسووا لها ريميك، وطبعا انا اتوقع سووا له شارو اوف كلاسس ريميك لانها اللعبه الافضل الاكثر شعبيه بين العابهم عند اللاعبين. من كده هذه اللعبه زي ما الحين سايلنت هيل 2 ريميك حصلت ريميك قبل سايلنت هيل 1، واللي المفروض تحصل ريميك قبلها، بس لانها تعتبر يعني اكثر لعبه الناس يحبوها في السلسله. فانا ان شاء الله اتمنى ان على سوني في النهايه يحسوا على دمهم ويسووا ريميك للعبه، لانها ما جربتها انا صراحه. بس يعني لو احسهم ما بيسووا احتمال اني العبها على محاكي هنا على الكمبيوتر واجربها. طبعا لعبه ايكو تعتبر في التايم لاين جايه بعد احداث هذه اللعبه، مع انها اللعبه الاولى في شو اسمه قبل هذه اللعبه، بس احداثها بعد هذه اللعبه. والناس يمدحوا اللعبه يعني، بس انا يعني شفت لها كم لقطه بس ما جربتها. ان شاء الله في المستقبل لو ما سووا لها ريميك انا العبها على الكمبيوتر، يعني لو كان في اهتمام احد يبغى يشاهدها. لو ما في انا العبها شو اسمه في وقتي الخاص. لحظه لا تطيح. احنا وين جينا؟ اوكي العملاق منه، بس يبغى لنا نروح من هذا من يمين، منه ما في طريق، منه مكان عملاق السلحفاة المزعج لا ور راسي. اجرو حبيبي يمديك تنزل، سوي نطة كبيرة. اوبا
يلا تعال لكن لا تطول. يلا تعال يا أقرأ. أقرأ ما أخذ راحته. أوكي مشكلة. مشكلة يا صاحبي يا رفيق دربي. يفهو من هذه الجهة بالضبط. أقرأ. صار لي ساعة مخلينك مرتاح. أقرأ خلاص تعب من الجري والش اسمه المشاوير وسحب علي. اي والله سحب علي. يلا مو مشكلة بما ان هذا اخر حلقة نخليه يرتاح شوي، ما باقي شي علينا. كم عملاق انا واجهته بوجود اقرو؟ العملاق الثاني عملاق الرمل. مرة قليل العمالقة اللي واجهتها مع أقرو. اي والله ينعدوا ينعدوا على الأصابع اللي واجهت بأقرو وموجود. أخيرا يا أقرو جيت. تعال لين وصل لها نقعد طول اليوم نتمشى. هدوء وجمال هاللعبة. ايوه كمل سيدة كله سيدة وبعدين او بالضبط سيدة. السيدة ما في مكان. روح يسار تالي يمين. هذا من هدف يا عبد الله، هذه محتاج توريهم كل شيء. اوكي توقعنا وصلنا الى مكان العملاق. اوكي من اثار هالمباني وهالاشياء المعالم دي. اوكي بين لين وصلنا العملاق رقم 14. العملاق رقم 14 طبعا زي ما قلت هذا بعد من واجهه بدون اقرو. اخر عملاقين بعد من واجههم بدون اقرو. اوه هنا ننفصل يا جرو، انتظرني برا. إنها مهمتي أنا. بوم، أوكي. الستامنا عندي تحتاج تطوير زي شوي، بس خلاص وصلنا نهاية اللعبة. يعني انا اقدر لو ابغى قد شو اسمه استكشف العالم، بس اتوقع يبدينا نخلص اللعبه بهالستامنا.
اوكي وصلنا. زي ما قالوا العملاق موجود في مدينة قديمة. يعني مهمتنا نوصل إلى العملاق. أوب. أيوه هذا هو العملاق، شوفه فوق قاعد فوق متربع، هذا هو صاير كأنه الحارس للمدينة. عصب عصب. هروب. دقيقة الناس وش اسوي بالضبط؟ اوكي اوكي. يبغى انا اتسلق. اتسلق هنا. شوف ان مدرع ما يمدينا نسوي لأي شيء. بغونا نطيح او نطيح درعي. شوف طريقة هزيمة العملاق او كيف تخلي توصل لها، يبغى تركب على هالابراج تطلق عليه لين ما يطيح شو اسمه، اتوقع صح؟ اي لازم تخليه يطيح البرج. ايوه شوفني وتكمل لين ما تكسر الدرع اللي على ظهره. بس اهم شيء لا تطيح، لا طحت برجع من البدايه. مساك. اطلق عليه عشان يهجم على العمود مرة ثانية. نايس، العمود طاح وعلى طول نروح للعمود الثاني. نايس، لحد الآن كل شيء تمام. يلا come on baby. يلا بعد ضربة واحدة. ايوه شطور شطور. انتبه انتبه. نايس. بوم. اوكي نايس. اهم شيء لا اطيح. انتبه. اتوقع اقدر اتسلق بما ان الابراج طاحت. تصدق يعني لو طحت عادي. قاعد ابالغ انا. يلا باقي بعد ضربة. بوم نايس. اقدر اوصل هنا؟ اقدر اقدر. اوكي شككت انه ما اقدر. شككت.
اوكي بسرعه بسرعه الله يطيح هذا. هذا ناوي على الشر. العمالقه الصغيره مره عنيفه، العمالقه الكبيره تمشي حولها ما تهجم عليك. هذا على طول هجم علي. نايس. وكده رجعنا لبداية أول ما جينا من هنا. عاد وين أنا؟ هي إحنا عورني المفروض نطيت. أوكي أوكي. الحين ونتسلق بسرعة بسرعة قبل لا يجي. أوكي الخطة هي إن تجي هنا. وتطلق عليه عشان يطيح هذا على عليه، يطيح على ظهره وينكشف ينكسر الدرع اللي عليه. ايوه بوم، الدرع اللي عليه انكسر. احنا خلينا ايش اسمه الحين كيف نركب على ظهره بدون ما افا ما ركبت بيضربني. نايس اوكي يلا الحين عاد يبدا المواجهة الحقيقية تبدأ. بنعاني وياه شكلنا. نايس لا ليش اوكي طحت من عليه الله يرجع مره ثانيه تعال شت طحت هل هذه نقطة ضعف؟ نخليه يضرب الأشياء ويطيح يتعور؟ ما عرفت أنا فكرت تتسلق فوق وخلاص. يعني تركب تخليه يصدم في أشياء بما أنه ما عليه درع يتعور ويطيح. أيوه أيوه أيوه. خلاص يا ابن الناس وقف ضربة واحدة بس نايس العملاق رقم 14 ازداد صوت البنت قربت ترجع للحياة باقي عملاقين بس ونخلص اوكي قربنا للنهاية مرة الحين العملاق 15 ونروح الى النهاية
داي نيكست فو عدوك التالي هو. عملاق الأسود أتوقع، لقد سقط عملاق في الوادي. يعمل كحارس على مدينة مدمرة. يعمل كحارس على مدينة مدمرة. هذا العملاق قبل الأخير، يعني وصلنا للنهاية. يلا نقول بسم الله. هذا العملاق أعرف وين هو، يمكن العملاق الوحيد اللي أعرف وينه بالضبط دون حتى ما أشر. أنا أتوقع أني أكذب، بس خلينا نشوف. ما بأشر وشوف نوصل بسرعة. يلا هيا بنا يا أقرب، مغامرتنا قربت على الانتهاء يا صاحبي. وين الجسر؟ هذا هو. شوف جثة العملاق الثاني، والعملاق موجود في الصحراء. هذا هو العملاق. نعبر على الجسر مرة ثانية. هذا العملاق فيه صعوبة شوي، مزعج شوي شوي، يمكن تكون مبالغة، مزعج واجد. صحراء الربع الخالي في عالم Shadow of the Colossus. طبعا اللي يعرف شو اسمه اللعبة، كان مفروض يكون فيها دبل عدد العمالقة الموجود في اللعبة الآن، بس لأن يمكن البوجيت على قولتهم والوقت التطوير اللعبة ما مداهم يكمل شو اسمه يسووا اللي يبغوا، فاضطروا ان يقصوا أغلب العمالقة اللي كانوا مخططين يحطوهم في اللعبة. يعني اللعبة كانت مرة مبهرة على انها لعبة بلايستيشن 2، بس انا للاسف ما لعبتها على ايام بلايستيشن 2 ولا عرفت انها موجودة اصلا. اليوم سووا عليها ريميك وقالوا ان هذه لعبة موجودة على البلايستيشن 2. مش لو لعبتها على البلايستيشن 2 ما بعرف اخلصها اللعبة. شو اسمه انك تكتشف كيف تقتل العمالقة مو سهل صراحة، كل عملاق بعض العمالقة معقدين زي هذا العملاق الحين، طريقة قتله معقدة شوي. فيعني كطفل انا كنت ما اتوقع اني بكتشف طريقة قتله بسهولة. وهذا هو مكان العملاق رقم 15 وما قبل الاخير. لحظة يا أقرأ، في معبد. أوقف يا أقرأ، كيف أوقف يا أقرأ؟ آه شفتها شفتها شفتها. خلنا ناخذها عشان نستفيد من استامنا ما دام مبنى على طريقنا. ايش وين راحت؟ كل اللي نحتاجه هو الصبر وتدور بهدوء. الحبيب قاعد يتمشى هنا.
تعال تعال. والله لا أصيدك، والله ما تروح. نايس. يلا أقرول، خلينا نروح. هذه المدينة المهجورة. دقيقة، كأني رحت مكان غلط. هل دخلنا داخل؟ اوكي، المدخل شكله من فوق. وين جينا؟ اول مرة اجي من هنا انا. اوكي، المدخل اتوقع من قدام. يلا باي باي اجرو، بس الحقني. اوكي، هذا هو المدخل اتوقع. يس اجرو، على العموم اجرو ما يقدر يكمل وياي. اوكي، هذا هو. شكرا يا اجرو. تكشف المكان شوي. مد ايه، والله هذه مدينة مدمرة. اللعبة تعطي شوي من شو اسمه شعور الالعاب فروم سوفتوير. العاب فروم سوفتوير كيف العابهم؟ يكون في حدث صار وانت تعيش بعد ما صار هالحدث، زي ما اشوف بهاللعبة. هنا مكان صار في، يعني صار في احداث قبل وانت تجي بعد هالاحداث، يعني مو لازم يعني على طول، فترة بعيدة قريبة. اوكي، هذا هو منطقة العملاق رقم 15، منطقة شاسعة عملاقة. عملاق سقط في الوادي. عنده زي اللي يعتبر خنجر، مو سيف ولا مطرقة، بسميه خنجر. عملاق الخنجر شكله رهيب، لكن صراحة فكرة هذا العملاق يبغون نتسلق فوق للأبراج وننط من فوق إلى شو اسمه على رأسه. خلنا نشوف وين نقاط ضعفه. في إيده اليمين في نقطة ضعف، في كتف وفي رأسه. أوكي، أوه شوف في صدره. أو شت أو شت، كيف ضربني؟ في صدره، في رأسه، في ايده اليسار او اليمين. اوكي، شو يبغوا توقف على هالاماكن وتخليه يضرب بايده. انا ميت عشان يرفعك الى هالدرج وتقدر تركب، غير كذا ما تقدر تتسلق. يلا يا حبيبي. ايوه كده قدرنا نتسلق، وحين نهرب.
اوكي هنا يجيك معضلة دي، كيف اتسلق بس يبغوك تخليه يضرب مرة ثانية. اوي كسما وطاحت حجارة كده يمليك تتسلق. Very nice ها. بس لو أول واحد لاعب اللعبة أول مرة بياخد وقت عشان ما يكتشف هذا. هذا اللي صار وياي أول ما لعبت اللعبة أول مرة. أوكي وصلنا للجسر الحين يبغانا نخليه يعبر ونط عليه. طبعا خلينا نركز على النقطة اللي في صدره أول شيء. اهرب اهرب لا يطيحك. اتوقع بيكسر الجسر. طيحني؟ لا والله ما طيحني الحمد لله. اسرع 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 اسرع. نايس. اول نقطة خلينا نتأكد على النقطة هذه. عشان بعدين نحافظ على الستامينا اللي وصلنا فوق راسه. لو جيناها متأخر ما بنقدر نحافظ على الستامينا. نايس. نايس. خلصنا. نروح لراسه. اوكي اسهل ما توقعت لاني اعرف ايش اسوي. بس انطحت وراي مشوار. لا 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 ليش هديت يا عبد الله؟ ليش هديت؟ اركب ستامينا رجع الستامينا. اوكي انا بجيب العيد شكل اليوم. روح لراسه. نايس. طبعا الاماكن اللي فيها شعر او فر هذا المكان اللي فيه الضربه انك تقدر تتسلقه. اذا ما في ما تقدر تتسلقه يعني ما في مكان ما في مكان للضرب. انك ميت لا محاله. قربت الاستامنة تخلص يا عبد الله انتبه. ما بقى لي الا ضربة. اوكي اتوقع خلصت هذا المكان. ياب. الاستامنة ترجع شوي بس. ضربة الاخيرة هنا متأكد. يا غبي هديت وطحت. في ضربة نقطة ضعف اتوقع اقدر اطلق عليها بالسهم. كان بيكون سريع خفيف لطيف بس ضيعت الفرصة. المفروض أنا خليت راسه آخر شيء. أبغى يضرب عشان أروح من وراه. اوكي خلينا نرجع. خلينا نتسلق مرة ثانية. انا اللي عاجبني في تصاميم العمالقة ان حاط ماخدين ايش يعني ايش اسمه من البشر شوي ومن الحيوانات. يمديني ما اتوقع يمديني. خليني اجرب شوي. نايس. جيت لك يا ابن الذين. المرة تسلخ شوي شوي لا تستعجل.
ما احنا مستعجلين. نايس. ما مات؟ هذه بس نقطة ضعف شكلها. اوه اتوقع هذه زي ما قلت موجودة في ايده انا. النقطة الأخيرة موجودة في ايده هذه بس نقطة ضعف. ايه النقطة الأخيرة موجودة في ايده. بس ايده اوه صح ايه موجودة في الكاف داخل الكاف حقه. اوكي لازم نخليه يضرب بيده. لازم يضرب بيده خلينا نتباعد اخر شيء. ول 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 رحت اموت. وندرر قوم. لا تخلي تعب يروح الفاضي. نروح اخر شيء. ايوه 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 هذه تعال. نايس مسك. ايوه نايس. العملاق رقم 15 ماي ميت مات غلبناه. نايس. اوه هروب هروب. اخ وكده وصلنا إلى العملاق الأخير. عدوك التالي والأخير أيها المغامر الشجاع هو أخيرا العملاق الأخير. لكي تنتهي الطقوس وتتحقق أمنيتك. طبعا الطقوس هذه مو عشان تتحقق أمنيتك. الطقوس لشي ثاني. لكن هناك شخص ما يقف في طريقك. العملاق الأخير أسرع الآن الوقت قصير. طبعا يبغى يخلينا نسرع لأن الدور من هذا اللي نسويه إحنا في مصلحته هو المستفيد الأخير. بس خلونا نوصل للنهاية وتشوفوا بنفسكم. لا أنتم مهتمين طبعا. يلا يا حبيبي يا أجو مغامرتنا الأخيرة مع بعض. ليش بتعرفوا السبب بعد شوي. ليش هذه مغامرتنا الأخيرة مع حبيبنا أغواو. طبعا العملاق من هذه الجهة. البوابة اللي شفناها من هذه الجهة هذه هي البوابة إلى العملاق الأخير. ها
هذه آخر رحلة مع حبيبنا أقوى وبننتهي من اللعبة. صراحة استمتعت أنا بتخدم اللعبة على القناة. ودي أنا ألعب Silent Hill 2 Remake بس للأسف المادة حاليا عندي مو كويس، فإذا تحسنت بلعبها على في أسرع وقت. أنا صراحة متحمس للعبة من آخر الإعلانات، اللعبة اللعبة شكلها مرة ممتازة. الناس طبعا شككوا في اللعبة لأن المطور عنده سوابق مو كويسة في الألعاب، فالناس كانوا متخوفين كيف تعطوا ريميك للعبة محبوبة وشسمه من أفضل ألعاب البلاي ستيشن 2، الأشياء اللي المطور مو كويس أو مش اسمه مو أفضل شيء. بس في آخر الإعلانات الناس اطمنت، قالت إن اللعبة تبين إنها موعودة، تبين إنها جميلة وإن شاء الله بتكون من أفضل الريميكات اللي تنزل. وأنا صراحة متحمس للعبة وإن شاء الله ألعبها في المستقبل. شوف هذا شو اسمه انشطار الجبل، هذا هو معبرنا او البوابة. طبعا هذه مسكرة، طيب شو اسمه لو جيتها قبل ما توصل للعملاق الاخير تكون مسكرة، بس في بوابة احنا اتوقع مسكرة الان بس تنفتح الى وصلنا للعملاق الاخير. وهذا احنا فوق جبل، خلينا ننزل اول شيء قبل لا نجيب العيد في اقرو حبيبنا. ومو فوق جبل، فوق مرتفع. شوف المساحات العملاقة من هذه الأراضي شو اسمه الممنوعة. أقرأ يخاف من المرتفعات، خليني أنزل وعيط عليه. يلا يا أقرأ حبيبي. يلا يا صديقي الشجاع. يلا يا أقرو تو. شوف في علامة غريبة على الباب، أتوقع هذه لو أشرنا بالسيف عليها تنفتح. دقيقة قوم، دقيقة يا أقرو، ليش يعني ما نقدر نسوي شيء بدون هالسيف اللي جينا فيه؟ من وين حصلنا هالسيف احنا اصلا؟ هل اخذ المغامر وهرب؟ يلا هيا بنا يا أقرو. منها نروح؟ نعم منه. دقيقة في هذا معبد. نايس، يدي في وقتش. فكرت أنا من هنا، ما أدري ليش أنا أسميهم معابد، بس مباني بسميهم مباني تكون فيهم السحريات. الوزغ باللغة العامية أو بلغة العامية على الأقل، بلهجة العامية، اللغة العامية تقالها. يس بوم.
الشي المحزن أغرو. رفيق دربي. بعد كل هالوقت يوم وصلنا إلى النهاية طاح وما تقرأ، بس وصلنا إلى العملاق الأخير. رحلتنا قد قربت من نهايتها. إنها تمطر. نعم إنها تمطر. يلا نتسلق إلى العملاق الأخير. حزين على سقوط وموت أغرو. نايس. يبغى عليها كثير من الاستامنة. تسلق بعيد. اوب بس نوت نوت. نايس. اوف فكرتني طحت. والله كاني بطيح بس الحمد لله. Alright وصلنا. وصلنا للعملاق الأخير، العملاق الأكبر حجما. طبعاً هذا العملاق عنيف على طول يهجم عليك. آخ الأجواء الممطرة تخلي هالقتال مرة فريد من نوعه جميل. أوف شيت. كم من 10 أنا ميت ردي. My he doesn't fuck around. I'll go at him, huh? Okay. Okay, born and off. Katani. Was she la hack? خل اروح يمين. خل اروح يمين. يب هذا مكان اللي نحتاج نروحه. زي ما قلت انا رايح الجهه الغلط. اوكي هذا الطريق عشان نتقرب منه. شوفه قاعد يطلق علي اوريدي.
All right, nice. كذا الحين رحنا وراها اتوقع الحين يدري عن قاعد يطلق علينا. شوف كيف لا يدري عنا وفين احنا. نايس نايس keep going. هذا انا ما انا متذكر كيف اركب فوقه كيف اتسلقه. اولي نايس صار 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 عنف من قربنا لي. اتوقع يبغون نتسلقه. بسميه القلعة المتحركة، عملاق القلعة المتحركة. اوكي ابي يبغون نتسلق من هنا. كان قاعد تسلق جبل. اوف يتحرك طبعا فطح انتبه. يبغونك. اوكي. نايس نايس اوكي. كذا نتسلقت لا. Keep going. أتوقع أكيد في واحدة مكسورة أو شيء نقدر نتسلقها. قوم يا وندر. يا حبيبي كنت بطيح. أوكي ممتاز. اوكي هنا ما اقدر. نايس اتوقع وصلنا. خل الاستامنا ترجع بس. اوه وصلنا. اها هذا كذا بيجي وبيمسكنا ونتسلق على ايده. والان في حركه شوف كيف ذكيه. او دقيقه نبغى نروح نضرب الجرح الثاني هذا. طبعا احتمال اطيح انا. بوف. الحين شوف كيف ضرب. دقيقة ضربنا هذا. الان ايش سوي؟ دقيقة اتوقع يبغون نطلع الى الثانيه لا ضربها. مشكله ما يمديني اوقف.
اوكي يبغون النط ممكن. نعم اوكي هذا هو الحل. نطلع الى الثانية. والان نشوف كيف ال استامنا استامنا عندي. يبغى السهم عندنا. لا انا ميت. طحت الى البداية. ايوه نايس ضربت كتفه ضربت كتفه. نايس اوكي اخيرا. يا حمار كم مرة طحت. انا اجرب طيحني الحين. خلاص صبعي تعب من المسكة خلاص وقف. ثلاث ضربات بالكثير وميت. ضربتين اوكي. اذا حسيت الاستامنة بتخلص بنزل او بتبعد شوي لا هده. اي لا وقف بقوم شوي صبعي لان تعب. صبعي تعب. لا ضربت هالضربة. ايوه كذا نشغل بالضربة اللي على كتفه. اخيرا اخر عملاق ميت. القلعة المتحركة لقد دمرت. ما الذي أريد أن أقوله؟ هروب. وصول اللي شافوا إلى المدينة الأراضي شو اسمه الممنوعة. هم نعرف القصة احنا بالضبط او ما نعرف القصة بالضبط بس بنشوف ليش جو هنا. شوف ان لبسهم نفس الوندرر وادهم سيوف او شو اسمه نبال والاقنعة اللي يلبسوها. اوكي شاف ان التماثيل مكسرة. لورد ايمون او التمثال الاخير تدمر.
يعني تأخروا. نوو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 
البنت أوه ما انتقلنا إلى المبنى. شوف لون إيده كيف صارت شاحبة مرة. خلاص المغامر اللي كان نلعب فيه ما هو موجود، في شي ثاني يتحكم فيه. شوف أظافره كيف سودة، أو مو بين من الظلال. يلقي تعويذة أو شيء. أوف. السيف طاح. شوف طلع له شو اسمه جرون، شوف الجرون اللي طلعت في راسه، وشوف عواينه. هذا من كل القوة اللي امتصها. لا أصدق كنت أنت بعد كل الدقيق يعرفوه يعني. لم تترك السيف فحسب. تعويذة المحرمة. لقد تم تلاعبك من دورمان. ممسوس بالموت. لحين شوي في حياة. الأفضل أن تنهي مأساته أن يعيش ملعونا هكذا. فاهم الوندرر كده مات وبعده. اوه شوف كل لم تطع قاعد يطلع منه كان عملاق. شوف اذا ضربنا العمالقة كيف يطلع منهم هالمادة. صار شو اسمه خالد امورتل ما يموت. انا طعنه وقلبه، شوف ضربه وقلبه. كده قوته تطلع. صار واحد منهم، او مو صار واحد منهم، صار دورمان. دورمان هذا كان هدفه انه يتحرر من سجنه، والمقابل هو جسد او موت المغامر.
حجمه قاعد يكبر. هذا دور من عملاق الظل بسميه. لقد قطعت جسدنا الى 16 قطعة الى الابد من اجل ان تحبس قوتنا. نحن دور من بعثنا من جديد. عودة دورمن. استعرنا جسد هذا المحارب، سيطروا على جسد المغامر مسكين، كل ضحى بنفسه عشان تعيش مرة ثانية. ضع قفلا على الضريح، كله قبل فوات الأمان. قفلا على الضريح، يعني هذا يعتبر ضريح. اطلق عليهم. اخذوا السيف. تحرك يا دورمان. يعني اطلق عليه، حرك يا دورمان. في عندك قدرات تقدر تسويها. يطلقنا زي النار. خليهم يروحوا. Come back. اوه شوف حجمه، بس للاسف ما بيقدر يضل او يعيش. خطته كانت على الفاضي. هربوا الى لفوق. اخذ السيف، سيفنا اللي كان عندنا. شوف الحين وش بسوي بالسيف. بيلقي تعويده. رمى، ابتعد ايها الوحش الكريه. رمى بالسيف المقدس في البركة هذه. طلع الضوء. شكلها المسوى، شكلها هذه نقطة ضعف دورمان، انه مصنوع مخلوق من الظل كأنه.
شوف صار أصغر. عدنا إلى بنعود نعود إلى هيئتنا البشرية. بس هذا مو هذا دورمان. بوم طحنا في البحيرة. الآن اللي بيسووه بيهربوا بيدمروا هذا الجسر عشان ما في أحد يوصل إلى هذه الأرض الملعونة على قولتهم. بس النهاية في سعيدة شوي لا تخافوا. هدف المغامر في النهاية وش صار فيه؟ هدفه في النهاية حقق أمنيته اللي كان جاي يسويها صارت، والبنت رجعت للحياة. والنهاية والشيء الأسعد البنت قعدت مرة واحدة في مكان غريب مهجور. شوف دورمان مو موجود، الضوء والحاجة الحلوة ان اجرو ما مات حي من هالطيحة المؤلمة، بس المسكين تعور. رفيق دربنا كده. الجسر تدمر وما أحد يقدر يوصل لهذه الأرض. روح سيئة مسكينة.
والآن لن يدخل أي شخص هذا المكان ثانية. لو بقيت حيا، لو كان يمكن أن تبقى حيا في هذه الأراضي المغلقة بإحكام، يقول لو ما مات يعني. يوما ما قد تكفر عما فعلت. طبعا أجرو رايح إلى البركة لسبب ما، في مفاجأة هناك. صراحة لعبة شادو أوف ذا كولوسس ممكن تكون أكثر 10 ألعاب أحبها شو اسمه of all time على قولتهم. مفاجأة أن المغامر انولد بقرون. كيف أفسر هالنهاية؟ ما أدري شلون، ما أدري كيف، ما أدري، بس هذه النهاية. بعد ما مات دورمان انولد بس في قرون. اوكي، وصلنا الى نهاية تختيم لعبة Shadow of the Colossus، وانا صراحة استمتعت في اللعبة، فاتمنى انكم استمتعتوا في اللعبة وياي. ولحد الان هذه من افضل الالعاب اللي لعبتها في حياتي. اذا ما لعبت اللعبة انصحك مرة انك تلعبها، وانك تتغاضى عن التحكم السيء اللي في اللعبة، لان التحكم في اللعبة يمكن يخليك تترك اللعبة وما تكملها. فاتمنى ان الحلقة والسلسلة كاملة عجبتكم. والخطة إن شاء الله الجاية إني بلعب كراش 2 ومع لعبة ثانية، هي هي بتكون شادو أنشارتد The Last Legacy، أو لعبة رعب من الألعاب المشابهة لأنتل دون. لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. إن شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.